السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. دائما كنقول لكم الله يجازيكم بخير، ما تنسونيش من الدعم ديالكم، اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وبارطاجيو مع الأهل والأصدقاء، ولكم جزيل الشكر. اليوم إن شاء الله فلوغ من مدينة طنجة، ان شاء الله غاديين القصر الصغير. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ونتمنى يعجبكم وفرجه ممتعه ان شاء الله. دابا العشرة الصباح، هذه الدنيا باقا خاوية، نهار السبت مع العشرة الصباح باقا خاوية الدنيا، ولكن راها الدنيا نقية زوينة رائعة، وصبح الشميشة سبحان الله العظيم. البارح كانت الشتا خيط من السماء، واليوم ما شاء الله الشميشة رائعة. على البحر مالكم وين هضروا بلا ما تساعد عادي. ماشي الطوبيس هذا راه كيديروا فيه جوالات، راه دايرين ليه دايرين البيرو فين كتقطع، بحال مثلا مراكش فيها الكويتشا والدار البيضاء فيها بحال الشكل ديال التران عند ديابو، هنا دايرين هذا الباص هذا فيه الفوق والتحت. فيلا عريس البوغاز ده اوتيل تاعو لا لوطيلات
كلشي جا على لاكوت. لا طنجي هيك ما طنجي ما تكون هي دايرين لا بلايك لا والو. هذا المخزن، المخزن المتنقل. قوة المساعدة مخزن. الجبال فيها الخضرة فيها البحر البحر واعر انتم ما عرفتوا تشوفوا ذا واعر واعر صار صغير قبل لوطيلات دايرينهم هنايا لوطيلات عند طنجي كيف هاد لوطيلات واعرين شدو لهم بلاصهم واعره
الكبيدات ديالي غنحبس الفيديو هنايا، ونتمنى يكون عجبكم، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.